بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نشوف كيف تخزين البيانات في الكمبيوتر احنا كل دروس سابقه كانت عن طباعه كيف يطبع البرنامج كدرس ترى راح نشوف كيف تخزين باستخدام الفاريبل قبل ما نشوف كيف التخزين خلينا نشوف البرنامج هذا ابغاك تشوف البرنامج هذا توقف الفيديو تحاول تفكر وش راح يكون الاوتبوت او المخرجات او اللي راح يطبعها البرنامج هذا فكر بالشيء هذا حاول تكتبه في ورقة ثم بعد كذا كمل الفيديو حتى نفذ البرنامج ونشوف هل الاوتبوت اللي انت تنبأت فيه فعلا صحيح ولا لا طيب آه خلينا نشوف الاوتبوت حق البرنامج خلينا ننفذ البرنامج run as java application اه وش طبع لنا البرنامج هذا البرنامج هذا طبع جدول الضرب جزء من جدول الضرب الخاص بالرقم 5 طبعا 5 × 5 ب 25 5 × 6 ب 30 وهكذا 25 30 35 40 45 50 هذا جزء من جدول الضرب الخاص بالخمسه ضرب الخمسه بالعداد من 5 الى 10 تمام طيب أه السؤال الان احنا قدامنا الان البرنامج هذا أه ابغى اعدل البرنامج هذا والله انا أه يعني أه قررت اني بدل ما اطبع أه جدول الضرب حق الخمسه ابغى اطبع جدول الضرب حق السته طيب كيف اسوي؟ شو اسوي؟ كيف اعدل البرنامج هذا؟ مضبوط عادي جدا ان البرامج تتغير يعني تتحس أه يكون في بالك انك تحل مشكله معينه بعدين تكتشف والله انك لا تحتاج مشكله ثانيه، طبعا غريب جدا التغيير هذا ليش غيرنا من خمسه لسته يعني بس نفرض انه هذا هو المطلوب. مضبوط كيف نطبع جدول الضرب حق الرقم 6 وقف الفيديو وفكر كيف ممكن تطبع جدول الضرب الرقم 6 طيب آه واضح جدا آه انه يعني اتوقع انا انك هالشيء اللي فكرت فيه انك راح تقول ابروح هنا واغير 6 هنا اروح اغير 6 هنا اروح اغير 6 6 6 و6 نحفظ ننفذ الان مضبوط رن از جاف ابلكيشن لنا 30 36 فعلا هذا جدول ضرب حق 6 بالاعداد من 5 الى 10 بس طبعا العمليه مو مب... انا مثلا افرض اني قلت لك ابغى جدول ضرب 7 او جدول ضرب 8 او حاجه زي كذا زين آه طبعا العمليه آه ممله شوي يعني كل ما غيرت لك المطلوب في البرنامج رحت تغير الاشياء هذه هل في طريقه اذكى شوي؟ آه لو تفكر معي ممكن ان هنا نجي ونسوي نحاول بطريقه ما ان نخزن الرقم هذا اللي نبغى نضربه في الكمبيوتر بطريقه ما بعد كذا كل شوي نطلب من الكمبيوتر استرجع لنا القيمه المخزنه استرجع لنا القيمه المخزنه استرجع لنا القيمه المخزنه استرجع القيمه المخزنه زين خلينا نجرب نشوف عشان لك تفهم بشكل افضل <applause> راح نقول هنا نمبر او نم num اختصار نمبر نم num ونسند له قيمه 6 زين نم نسند له القيمه 6 طبعا هذه عمليه اسناد وليس يساوي مهمه جدا هذه عمليه اسناد وليس يساوي بعد كذا نجي هنا نقول نم مضبوط خل انسخ ولصق زي ما قلت لك النسخ واللصق راح يستخدمه كثير في البرمجه تمام الى الان احنا حل... الآن حلينا المشكلة بشكل كبير الفكرة موجودة فعلا هذه نسميها الفاريبل زين فاريبل أو 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 المتغير خل أكتب لك الكلمة هنا آه عندنا زين خلنا نكتب الكلمة آه هنا نسميه الفاريبل أو المتغير VAR مضبوط الفاريبل هو عبارة عن مكان في الذاكرة خل أكتب لك التعريف عبارة عن مكان مكان في الذاكرة لتخزين البيانات تمام؟ إذا احنا قلنا إنه في الدرس هذا راح نتعلم كيف نخزن البيانات، شفنا احنا كيف نطبع، الدرس هذا راح نتعلم كيف نخزن البيانات. فإذا هو مكان في الذاكرة لتخزين البيانات. مضبوط؟ آه خلنا نرجع نشوف الفاريبل عندنا هنا آه uh, الفاريبل طبعا له اسم وهو num خزلنا فيه قيمة وهي 6 كيف خزلنا باستخدام علامة الاسناد هذه نسميها علامة الاسناد معنى العلامة هذه خل اشرحها لك هنا زين خل اكتبها لك واشرحها لك بالضبط وش راح يصير لما نقول num gets 6 زين هذه نسميها gets لك الكلمة gets أو إسناد تمام؟ إيش معنى العبارة هذه؟ عندنا في الكمبيوتر ذاكرة، كلنا نعرف أن الكمبيوتر فيه ذاكرة، لما تروح تشتري كمبيوتر تقول كم رام حقت الكمبيوتر 4 جيجا 8 جيجا، هذه الذاكرة، الذاكرة العشوائية زين اللي هي ار اي ام ار اي ام الرام أو الذاكرة العشوائية، في الكمبيوتر فيه الذاكرة العشوائية، هذه الذاكرة العشوائية مهمة جدا لك كمبرمج لأنها فيها تخزن البيانات اللي تحتاجها اللي يحتاجها برنامجك اثناء عمليه اثناء البرنامج يشتغل زين فخلينا نشوف الان كيف تخزين وش معنى الكلام هذا الان افرض انه عندك عندك هذه هي الذاكره زين خلينا نحطها كذا على شكل كانها بوكس مضبوط هذه هي ذاكره الكمبيوتر مضبوط لما تقول نم 6 فانك بكل بساطه تقول رح خذلي لي مكان كذا صغير في الذاكره مضبوط المكان هذا حط فيه 6 والمكان هذا اسمه نم بس هذه ذاكره الكمبيوتر هذه الذاكره العشوائيه حقت الكمبيوتر مضبوط او نختصرها دائما الذاكره مضبوط هذه عمليه اسناد عمليه إسناد بكل بساطه قالت خف لما يجي الكمبيوتر ينفذ تعليمات الكمبيوتر ينفذ تعليمات ينفذ السطر هذا بعدين السطر هذا بعدين السطر زي ما شفنا بالترتيب تعليمات متسلسله مرتبه منتهيه هذا هو البرنامج فإذا لما يجي التعليمة الأولى اللي هي تعليمة الإسناد مضبوط؟ آه شو اسمه؟ آه 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 يجي يخزّن القيمة 6 في آه نم لما يجي ينفذ العملية هذه تمام؟ يجي يحط لك مكان في الذاكرة اسمه نم أو عفوا يجي مكان في الذاكرة اسمه نم يحط فيه 6، طبعا السؤال أنا قلت الآن كلمة يحط لك مكان في الذاكرة إذا الخطوة الأولى قبل ما نخزّن قيمة في الذاكرة، لابد ان نحجز المكان هذا في الذاكرة، بعدين نخزّن فيه القيمة، إذاً ممكن أحط لك هنا، أكتب لك الخطوتين اللي عندنا نسويهم، أولاً نحجز مكان في الذاكرة، اثنين نخزّن القيمة في المكان، مضبوط؟ نحجز مكان في الذاكرة، هذه معناها نعرف فيريبل وهذا هو اللي ما سويناه هنا شوف الجافا جالسه الايكليبس حط لنا خطوط حمر 20 خط احمر وحايسنا شو القصه؟ القصه يقول لك الايكليبس يقول لك انت الان تحاول تحط السته في نم، نم هذا ايش؟ انت ما حجزت مكان في الذاكره اسمه نم مضبوط؟ اذا الخطوه الاولى انك تقول انت نم هذه معناتها تحجز مكان في الذاكره وطبعا لابد ان نضع هنا الفاصله المنقوطه، الان حجزنا مكان في الذاكره المكان اسمه نم نوع البيانات اللي نحطها في المكان انت مضبوط يعني عدد صحيح بدون فاصله لما حجزنا مكان في الذاكره خزنا فيه القيمه 6 اذا الان خلنا نمسح اللي رسمناه هنا زين خلنا نمسح اللي رسمناه هنا ونسويه مره ثانيه مضبوط نعيد العمليه اللي 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 شفناها قبل شوي الخطوة الأولى نحجز مكان في الذاكرة هذا مكان في الذاكرة حجزناه مضبوط المكان هذا أه تذكر نحجز مكان في الذاكرة المكان من نوع انت نوع انت يعطينا معناته حجم المكان راح نشوف ان شاء الله الشيء هذا وش معناه حجم المكان كبير صغير وسط وش حجمه وش طبيعة الارقام اللي نخزنها فيه راح نشوف شيء شيء هذا ان شاء الله هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح نعطي اسم للمكان مضبوط الاسم هو نم واضح واخيرا الخطوة الثالثة أننا نضع قيمة في هذا المكان أو نسند قيمة لهذا المكان، نضع فيه القيمة ستة إذا نحجز مكان في الذاكرة مضبوط له نوع نبين نوع المكان هذا واسمه لما نحجز المكان في الذاكرة يكون عندنا حاجتين لازم نسويهم النوع والاسم نكتبهم هنا النوع والاسم زين وبعدين نخزن القيمة في المكان، والقيمة هذه لابد انها تتطابق مع النوع، فاذا انا قلت هنا قلت ان المكان اللي راح نحجزه من نوع انت زين، لابد انه يكون الرقم اللي عندي عدد صحيح موجب، ما يكون نص ما يكون عدد في فاصلة او في كسر او اي شيء ثاني. مضبوط؟ راح اشوف ان شاء الله انواع بيانات فيما بعد اخرى زي ما قلت لك قبل تذكر قلنا البيانات لها انواع راح اشوف فاذا لما نجي نخزن البيانات هذه الطريقه نخزن فيها البيانات هذا الان هذا الان هو ما يسمى بكل بساطه هو ما يسمى بالفاريبل او المتغير تمام هو مكان نحجزه في الذاكره له نوع وله اسم ونخزن يستخدم لتخزين قيم او ديتا بيانات ديتا في Uh, uh, الذاكرة ونقصد بالذاكرة طبعا ذاكرة الرام أو الذاكرة العشوائية طيب uh, وقف uh, رح أوقف أنا الفيديو هنا أتوقف والدرس القادم إن شاء الله راح أشرح البرنامج هذا أكمل شرح البرنامج هذا ودي أنك تفكر بالبرنامج هذا تشوف كيف عرفنا الفيريبل تشوف كيف خزننا القيمة في الفيريبل وتحاول تفكر وش تأثير الشيء هذا على البرنامج إلى الآن طبعا ما انتهينا من إلى الآن ما شفنا كيف يشتغل البرنامج